هيت. ثم بعد العيد الكبير الناس كل شدة صف اللي عنده فيرجول هكا يضربها في جنب ولي كذا فهمت، ويعرف اكثر مني مو الفيرجول معناك تبدا تصير يبداو كجماعة واقفين والناس كلها شدت صف، وعزوز جات شدت صف معه صف طويل شدت صف وصايرة الحكاية المنتوجة شد اي قاعدة صف شدت صف وكجماعة تضحك وهي لابسة سفساري خلطت يا حاجة قالت تفضل وما يتغامش. قالت له شنو اخو باي هي قال نبيعو في القزاز. قالت له اعطيني كازوزة. ليه قال الحكاك لطف على وليدي. قالت له الحكاك قال يا حاجة لا بالعربي رانا نبيعو في المنكر لطف علي صبع الطاف نلطف الخفية. وهزتك السفساري وروحت على روحها باش تشوف معناها قديش الناس عطيها تلقى صف تشد الصف. مرة أخرى أنا في الحمام وعلى الكسك على السكر مقطوع بالفوت هذيك لا البلاش الحمام مش فيه نزل معايا حمام ديالك حمام بلاش شو نزل معايا الحمام لا فوت فوت تكست حمام ريتها وكي قصت علي نقبل أنا بورتون ربريك بتاعي ما يتقصش فيها خاطر أنت قصيت علي في التصفيق أنا مش قصت علي بعد الطرود في البيئة يوين الكاسة هو ناقص الكاسة حق وقتها وكذا قص لي أنا ما عش نجم قص الروبريك هذه سايس خوك وسع بالك به مرة أنا في الحمام بالحق والسكر مقطوع رجل كبير قال لي تعرف يا ولدي قال لي اسمعني أنا مشي للحمامات أنا البارح شريت 17 كيلو اقسموا بالله قلت له كيفاه 17 كيلو أنت معناها عطار ليه قال لي نقعد ماشي جاي أنا شريت 17 كيلو وأنا فرد مرة قلت له كان المعامل عندنا 50 معمل يخدموا 24 على 24 ما يخلطوش علاش الله في هذه كلش تعمل بيه هذه الحكايه في المخ. انا نفكر مره كيسانجر وزير خارجيه مشى الامريكي الامريكي مشى لفرنسا وقتها زادوا 100% في القهوه قالوا يجيبوها من البرازيل الامريكان اقعدوا جمع السوق عرض وطلب ما تشربهاش ترجع السوق كما كان ايبان جابوا له قهوه في المطار قالوا ما نشربش الشعب الامريكي ما يشربش انا ما نشربش نتصور كان جاي مسؤول تونسي ملهوف راه قال صبوا حطوا هالي صبوا لي في ساشي ودبروا زباكوات ونروح بها. هذاك علاش احنا برشا ناس عندهم برشا هاللهفه هذيا واللهفه هذيا راهي خايبه برشا وانا من اللهفه هذيا راني خاطي خوك. بالحق انت خاطي خوك هو هو لبسيسها جاب لي باكو بورطل وما جاب لحتى حد فيكم مش انا ما جبتش كادو بعثوا لي قالوا لي نصر طل هذاك 250 غرام مش اقل نصر طل مالا كادو باكو بسيسارت هو لما حاله من عند اهلي لمتا عزيز وغالي ان شاء الله مبروك عليك شكرا لك شكرا لك نجموا معناها بسيسة هيلا يعطيك الف صحه بسيسة قمحه هكا شكرا فضحني على لا يعطي صح عامل صاحب وجه مع ال بن مفتاح صاحب ال بن مفتاح اللهفه هدى اللهفه موجوده ومتفشيه في صار لك الكابتن البارح في بلاش مش حاضره كل ما واحد فيكم يضيع شويه نسالوها عايشك سامحني اعطيني وقت باش ناخذ ريكوبيري ونحضر اللهفه موجوده برشا معناها كل شيء لازمنا ناخذه منه كل شيء لازمنا نشيو منه كي يبدا شويه لازمنا نشيو بالبرشا نخافوا اللي يزيد يتقطع واللي عندك المرض هذاك نتاع لونغواس من انك تفقد حاجة ما عادش تاخذها لازمك ماهيش صعيبة الحكاية السوفي انت تخمم شوية تاخذ موقف تقول الحاجة ذيك ما عادش لازمتني تتولي بالحق ما عادش لازمتك كي نقولك قالي السكر راو انا في داري ما عادش لازمني بالحق ما عادش لازمني السكر خاطر مش موجود قطعته نمشي انا لدار صحابي نلقاهم يقولوا لي خذ كيلو سكر خذ زوج كيلو سكر عندهم معناه موجود السكر راهو العطار ينجم يعطي المواطن السكر خاطر يشي منه برشا حاجات اخرين وكي يبدا صحاب هو ينجم يعطيه برشا سكر تحيه المعز معز كلمته مره قلت له معز وانا شاهد جاب لك السكر قد ايه جاب لي قول لا ما شفتش الحق والله العظيم جاب لي 50 كيلو شكور معز علي قد ايه 50 كيلو جيب لي 50 كيلو سكر 50 قال لي ما فما قال لي لقيت هذه تفرقوا بك الجماعه راهو عداوك حل عطار خمسه دونك بالحق فرقتوا على الناس الكل قلت لهم يزيهم لا فما الناس الكل اللي نعرفهم يقصين سكر عطيتهم سكر على خاطر فما احتكار فما احتكار كيف فما احتكار فما غلو تغلى البرودوي يغلى معناه الناس كان البرودوي بار اكزومبل من 5000 ولا 10000 شدوا الصف ويلقاو الفلوس ويلقاو كذا والله توا سامحوني مش على اللهفه مع سليمان شكرا لك سليمان على التفاعل قال البسيسه التونسيه علاش ما نروجوهاش عالميا قال وينهم العقولات البرودوي هو البسيسه فريمون يعطيك صحه سليمان خاطر عندنا دي برودوي نتاعنا توانسه
انا نتصور كان لازم نستناو لين فما شكون براني يجي لتونس يذوق البسيسه تا يخرجها البر. كل جهه وعندها بسيستها وعندها نجم نعملوا بلوزيور فاريتي دو بسيسه كسكسي انت وجه لا تو كي تقل الهريسه انت الهريسه سي ان برودوي تونيزيان كما موجود في في اوروبا موجود في امريكا موجود في كل شيء حتى الهريسه موجوده حتى الهريسه مش كيما مش برشا اما موجوده زاده مش كيما القوارص كيما الزيتون كيما الدقله وعصيت الزقوقو دكتور جايينا جايينا في عبر ولا نبر عصيت الزقوقو تو كيما كان لطفي سامحني مراد في المغرب في المغرب خدمت مش كل اسبوع كل نهار اثنين الحصه رياضيه علاش يوصيوك يصيغ على الهريسه الهريسه الامارات صدقني على الهريسه فهمتي سي كيلك شوز ديكستراوردينير تعلموا الهريسه بشويه تون بشويه زيت تعلموها ولا يعملوا فيها في المغرب انا مشيت دو فوا المغرب يسمعونا نحكيو بالتونسي طول يضحك لك السيرفو ويجيب لك الهريسه والتون طول وتوريد كما كان لطفي في المهرجان نتاع لمتا اللي هو فيه مهرجان لبسيسه اونتروتر راهو نجم يكون معناها هذاك انترناسيونال فوالا يكون انترناسيونال وعلاش لا ما يقاش تعرف بها في مصر قلنا له هريسه جاب لنا هريسه هريسه لوز هريسه حلوه هريسه لوز هذيك اللي عندهم هي ما شكون مش يروج وشكون شكون مش يعرف بيه سي اون اوبيراسيون تري ديفيسيل ترويج تعدى تحليل على اللون نتاعو انت